الوطن منحازون للحقيقة. تغييب المرأة الفلسطينية عن حوارات المصالحة الوطنية التي انطلقت قبل أعوام، وضعف تواجدها في المناصب السياسية ومواقع صنع القرار، كل هذا وغيره دفع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP لإطلاق مشروع شوفونا بالشراكة مع شبكة وطن الإعلامية ومؤسسة مفتاح. المشروع هو مشروع شوفونا ممول من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالشراكة مع كل من مؤسسة مفتاح وشبكة وطن الإعلامية. برنامج شوفونا هو برنامج يهدف إلى رفع الوعي لأجل مشاركة وتمثيل فعال للمرأة الفلسطينية في كل من الحوارات الوطنية ومراكز صنع القرار. المرأة بتمثل 50%، فمراكز صنع القرار عندنا في فلسطين تقريبا 10%. وإذا رحنا على الحوارات الوطنية في تمثيل، ولكن تمثيل ضئيل جدا وغير فاعل. هذا المشروع الذي يشمل تنظيم 12 ورشة عمل في الضفة وغزة، خصص هذه الورشة تحديداً للفنانين والرياضيين وأعضاء المجالس البلدية والاتحادات، فلماذا تم اختيار هذه الفئة من المجتمع تحديداً؟ الفنانين والرياضيين اللي هم أنا المجموعة اللي بشارك معاهم، أتوقع هدول في عندهم أفكارهم الخاصة، إبداعاتهم الخاصة اللي بتظهر على شكل الصور، على شكل الرسومات، على شكل الكوميديا السوداء. هذا دراما، فيعني حبينا إنه بدناش نقول هذا نستغل، يعني حبينا نستثمر هذه الجهود حتى توصل للنساء بطريقة، مش للنساء، لجميع فئات المجتمع أو للمجتمع المحلي، هذا بطريقة سهلة محببة وبتكون واضحة. الهدف الأساسي هو إعلاء صوت النساء على طاولة الحوارات الوطنية، وخاصة على إعلاء صوتها في إنهاء الانقسام، وكيف ممكن أنه يؤثر صوتها من خلال دمج رؤساء البلديات والفئات الشبابية من خلال العمل اللي راح ينطرح بالميدان. الورشة التي استمرت لثلاثة أيام تركت أثراً كبيراً لدى المشاركين، والذين أكدوا عبر وطن أنها ستنعكس على المحتوى الذي يقدمونه خلال الفترة المقبلة. أنا هون جينا للمشاركة مع النساء لتفعيل دورها في المصالحة الوطنية الفلسطينية، اللي هي الدور مختفي صار له سنين، ومع أن دور المرأة في المصالحة خلينا نحكي أنها هي نصف المجتمع الفلسطيني. المرأة أبدعت بكل المناصب، سواء كانت رياضية، اجتماعية، ثقافية. أنا من ناحية الرياضة كتير كان في مشاكل أنه المرأة الفلسطينية تدخل مجال الرياضة، لأنه محتكر على الشباب مثل ما بتعرفي، وخاصة أنا كحكم أنه ما في بفلسطين حكم فوتبول يعني بحكم للرجال، أنا بحكم للرجال وللبنات. لهيك أنا جيت اليوم على الورشة حتى نطلع صوت المرأة الفلسطينية من كافة النواحي، حتى يكون لها صوت بالمجتمع الفلسطيني. مثل ما أنت عارفة، المرأة الفلسطينية هي الأخت، الأم، الزوجة، كمان لازم يكون لها قرار، لأنه هي مش على الهامش. بالنسبة للورشة، هي ضمت كثير مجموعة من سيدات ناشطات في المجتمع ومن مؤسسات مختلفة من الضفة الغربية كلها، تساهم في وضع استراتيجية لموضوع دور المرأة والنساء في موضوع المصالحة الفلسطينية وكيفية العمل على هذا الموضوع بالذات. هلا من ضمن هاي الورشة راح يكون في مبادرات راح تطلع بكل محافظة ينعمل فيها، ينشغل فيها بموضوع النساء وكيفية مشاركتهم بموضوع المصالحة وكيف راح يكون تأثيرهم في موضوع المصالحة. أهمية وجود مثل هاي الورش كثير ضروري، بتضم مجموعة من كوادر المجتمع أو المهن المختلفة. إحنا كمخرجين إنه نيجي نتعمق في هاي المواضيع وهاي التفاصيل كثير مهم لإلنا، حتى نستطيع نجسد هاي القضايا إما في السيناريوهات اللي بنكتبها أو بنحضرها، أو في المسلسلات أو الأفلام القصيرة اللي بتم تصويرها. ومن المتوقع لهذا المشروع أن يشكل منصة للمشاركين فيه من أجل تشكيل رؤية واستراتيجية واضحة للضغط على صناع القرار بهدف تفعيل دور المرأة في حوارات المصالحة الوطنية والمجال السياسي.
من مدينة رام الله، وفاء عاروري، تلفزيون وطن. وطن منحازون للحقيقة.